السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كده بأحسن حال. قبل ما ادخل الفيديو بتاعي، احب ان انا اطلب منكم ان انتوا تصلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله انا جايلكم النهاردة بطريقة حلوة خالص وجميلة، وما اعتقدش في اي حد على اليوتيوب عملها. طريقة الولقاس، طريقة حلوة خالص، واحب ان انتوا تشوفوا الفيديو الاخر عشان تشوفوا انا بعمله ازاي وكمان بقشره ازاي. وبجد بجد يا جماعة طريقة تحفة، مش هقول اكتر من كده، تحفة احسن من الطريقة اللي احنا معتادين عليها. يلا اوريكم انا بقشرها ازاي. بداية كده انا بجيب القلقاسة بتاعتي، هقرب كده بجيبها كده. طبعا في بنات كتير او اي حد ما بيعرفش يقشر القلقاس، تعالوا انا اوريكم انا بقشره ازاي. انا بجيب فوطة، طبعا احنا كلنا عارفين ان القلقاس بيزحلق كده بالزفلط من ايدينا، فهنمسك فوطة في الاول كده ونجيب السكينة بتاعتها ونقشر يا جماعة بالطول. اهو اهو، يا ريت تقشروا بالطول هيكون احسن، طبعا هيكون سهل عليك احسن ما تمسكيها بايدك. هخلص واوريها لكم. زي ما انتوا شايفين انا قشرتها كده من الجوانب، دلوقتي انا عندي تحت وفوق لسه، هحاول برضو امسكها كده. طبعا ده كل بالفوطة اهي، تتقشر عادي خالص يا جماعة وسهلة جدا، بس اهم حاجة امسكي فوطة معاكي عشان تعرفي تتحكمي فيها وايدك طبعا ما تزفلطش. اهو زي ما انتوا شايفين تقشيرها طبعا سهل جدا، واللي تحت دي برضو هعملها بنفس الطريقة التانية. اهو مش بتاخد مني معايا حاجة يا جماعة، في ناس كتير بيشتكوا من التقشير بس الحمد لله يعني كده تمام. خلاص زي ما حضراتكم شايفين انا قشرتها من فوق ومن تحت كده. جينا بقى عشان نقطعها، دي طبعا اصعب حاجة عند البنات وخصوصا ستات البيوت، تبقى اصعب حاجة عندهم ان هما ما بيعرفوش يعملوها. طبعا ده كله انا هعمل برضو معايا الفوطة. بصوا احسن تقطيع يا جماعة للقلقاس، التقطيع اللي هو الطويل اللي زي البطاطس الصوابع اهي. انا هقطع كده صراحة، انا بستسهل اللي هي الصوابع دي احسن من المكعبات عندي. اخلص واوريكم عشان ما اطولش عليكم. انا قطعتها ده كله، ما عادش فاضل الا دي، هقطعها برضو سهلة خالص اهي اهو. شوفوا بقى يا جماعة بقت سهلة ازاي، ممكن دي كمان اعملها لو انت عايزة طبعا ان تخليها صوابع رفيعة. شوفوا يا جماعة التقطيع سهل ازاي ومش صعب ولا اي حاجة، اهم حاجة يكون معاكي فوطة ويكون معاكي حاجة تثبتي عليها القلقاس وانت بتقشريه وانت تقطعيه. دلوقتي بقى هقطعها معاكم التقطيع اللي هو زي البطاطس اللي هو الطويل، بس هي دي عندي طويلة، انا هصغرها شوية هخليها على 2، دي طبعا براحتكم انتم. اهو حاول نخلي كل واحدة فيهم 3 اهو اهو زي ما انتم شايفين، يا رب يكون واضح. اهو انا عايزاها بالسم كده، هعمل برضو التانية بنفس الطريقة. القلقاس دي يا جماعة من الأكلات المفيدة جدا جدا ومغذية، وخصوصا للأولاد، وأنا صراحة بحب القلقاس قوي قوي وخصوصا بالطريقة دي. هخلص بقى تقطيعه وهوريكم إن هو ما خدش معايا وقت خالص. حبايب قلبي أنا كده خلصت وقطعتها زي ما أنتم شايفين كده، التقطيع اللي هو الطويل ده قطعيه بقى براحتك، عايزة تقطعيه مكعبات الشكل اللي انت عايزاه، بس انا بفضل كده بيبقى سهل عليا خالص، وخصوصا ان انا ما بمسكش اي حاجه بايدي وبقطع على القطاع. نيجي بقى لاهم حاجه وهي طريقه السلق بتاعتها بتاعت القلقاس. تعالوا معايا يلا عشان اوريكم انا بسلقها ازاي وكمان بشيل الزفلطه اللي بتبقى في القلقاس. يلا مع بعض. دلوقتي حاطه الميه السخنه على النار اللي هنزل بيها بالقلقاس، هي هتغلي اهي. هنزل بشويه صغيرين من الملح اهو، هي دلوقتي الميه على وشك الغليان، هنزل بقى بالقلقاس. هنا انا نزلت بكميه القلقاس بتاعتي في الميه المغليه عشان تاخد غلوه، وبعدين انزل عليها بعصره من الليمون عشان خاطر اشيل المزلقه اللي بتبقى موجوده فيها. زي ما انتم شايفين القلقاس دلوقتي يا جماعه بيغلي على النار، انا هنزل بقى في المرحله دي بنص معلقه، بنص قصدي ليمونه، وهنزل كمان بالنص التاني من الليمونه
يا دوب بس تاخد غلوة، وهاخدها معايا على الحوض بتاعي واغسلها طبعا بمية سخنة. لازم افضل اغسل فيها يا جماعة بمية سخنة لحد ما المزلقة دي تنزل. شايفين كده القلقاس بتاعي خلاص انا سلقته وصفيته كويس جدا، ما غليتهوش كتير ولا اي حاجة، وفضلت زي ما قلت لكم اغسل فيه بمية سخنة لحد ما المزلقة اللي كانت فيه خلاص الحمد لله نزلت. في ناس يا جماعة ما بتسلقهوش، في ناس بتحمره كده بس، يعني بتحمره وخلاص، عادي ينفع كده او كده. دلوقتي انا هعمل هطبخ معاكم دلوقتي القلقاس والطريقة بتاعتي الجبارة، مش هقول اكتر من كده، طعم ومش عايزة اقول طعمها تحفة يا جماعة، تحفة بجد. اقول لكم دلوقتي عشان ما اطولش عليكم القلقاس اللي سلقته خلاص. معايا دلوقتي عصير طماطم، معايا معلقة كبيرة من الثوم المهروس، معايا بصلية كبيرة مقطعاها كده، ومعايا معلقتين من الزيت، معايا توابل نص معلقة من الكمون، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة من الكزبرة الناشفة المطحونة. ده كل التوابل دي يا جماعة انا طحناها عندي في البيت، ما بجيبش حاجة مطحونة من بره، ونص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من الملح، بس هنزل طبعا الملح في الاخر عشان لو نزلته في الاول هيأخر معايا التسوية بتاعة القلقاس كده. تمام. انا دلوقتي معايا كمان شوية من الكزبرة، انا ممكن تحط كزبرة او شبت، بس انا بحب الكزبرة صراحة، يعني هكتفي بس بالكزبرة. يلا بينا ناخد كل اللي معانا ده واوريكم انا بعمله ازاي. عملته زي ما انتم شايفين ان انا نزلت بمعلقتين الزيت، هنزل بقى بالبصلة الكبيرة اللي انا قطعتها اشوحها بس، وبعدين انزل بمعلقة الثوم بس لما البصلة بتاعتي تتشوح، لاني لو حطيتها دلوقتي تتحرق. بس البصلية بتاعتي خلاص هي دبلت معايا اهي، هنزل بمعلقة الثوم المهروس زي ما انتم عارفين انا منزلتش بيها في الاول عشان خاطر ما تتحرقش، هقلبها بقى وتاخد تشويحه، وبعدين انزل بالتوابل بتاعتي. كده خلاص التومه اتشوحت، هنزل بقى بكل البهارات اللي معايا طبعا ما عدا الملح في الاخر يا جماعه، الملح عشان خاطر القلقاس بتاعي يستوي بسرعه. انتوا عارفين ان انا بحب احمر التوابل بالذات عشان تدي ريحه حلوه خالص وريحتها تحفه. خلاص هي كده خدت لون، هنزل بقى بطماطم، عصير الطماطم اللي احنا ضربينه مع بعض في الخلاط. نسيت اقول لكم ان عصير الطماطم انا ضرباه ومصفياه، وكنت عامله معاه نص قرن فلفل حار، دي اختيار، عايزين تحطوا حطوا، مش عايزين دي براحتكم. الطماطم بتاعتي نزلتها كلها زي ما انتم شايفين كده بقى، هسيبها اغطي عليها واسيبها تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تتسبك، وبعدين اقول لكم هعمل بعد كده ايه. خلاص الصلصة بتاعتي زي ما انتم شايفين سبكت، هنزل بقى بالقلقاس بتاعي خلاص، وهنزل كمان بالخضرة بتاعتي، هنزل بقى بالخضرة زي ما انتم شايفين وهقلب كويس جدا، وبعدين انزل عليها بالشوربة بتاعتي، ازود بقى طبعا شوربة لان الشوربة بتديها طعم حلو خالص يا جماعة. وخلي بالكم زي ما قلت لكم حطوا الملح في الاخر عشان لو الشوربة بتاعتنا عشان ما تبقاش مالحه، طبعا نخلي بالنا من الملح بتاعها، انا حطيت نص معلقه بس عشان عندي الشوربه كانت مملحه. طبعا نبقى ندوق التقليه بتاعتنا نشوفها مالحه او كانت محتاجه نزودها، مش محتاجه نزودها شويه ميه، يعني لو هي مالحه معاكي زوديها شويه ميه مش هيجرى اي حاجه. هنا انا نزلت اللحمه بتاعتي، هسوي معاها اللحمه، انا مسويه اللحمه فاضل لها بالظبط نص ساعه وتستوي، هخليها تكمل سوا مع القلقاس بتاعنا. كده بقى خلاص خلصت، بقت جاهزه، اغطي عليها واسيبها تستوي، وبعدين نقدمها مع بعض دلوقتي. تعالوا معايا عشان تشوفوا الطبق النهائي. القلقاس بتاعي خلاص استوى واللحمه كمان استوت، ريحته حلوه خالص وطعمه مختلف غير اللي احنا متعودين عليه. معلومه بس يا جماعه، القلقاس بيقعد فتره يستوي شويه عن البطاطس، هو غير البطاطس خالص. جربوا طريقتي، ودي الوصفه بتاعت النهارده، يا رب تعجبكم. ما تنسوليش طبعا بلايك وكومنت حلو زيكم، وطبعا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.